خلينا الفاصل، خلينا وليد بن عبد الله في حاله حليله بعد اللي صار فيه في الطيار. هبطنا وليد. لكن توا بعد الهبوط جاء وقت المواجهه مع الحبيب ميغال زعيم الميليشيا المختص في خط الطائرات. كان هوني اول بيس لقيتها هبط فيها في مصراته عايشكم. لا سيتياسيون تري ديليكات يعيشكم. يعيشكم لا سيتياسيون تري ديليكات. السادة المسافرين ماذا بينا حتى ما يتكلم وما يتدخل في حد شيء، حتى نلقاو حل مع ليزوتوريتي ليبيان يعيشكم. تكلم شوي. صباح الخير. ربنا يجيب. ساعة. ما تخاف يا صبي. نعرفهم يا ولدي. ما تخاف يا صبي. يا جماعة برست نيمتكم ما تتكلمش. بربي الأولاد. بربي الأولاد. حتى يعيشكم غادي. كابتن كيف تخرب الطائرة مطار مصراتة من غير ما تعلمنا. لا 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 احنا ما علمتوش مرة اخرى. كلمت طول دو كونترول عايش با مال دو بري دو دو فوا. كلمت طول دو كونترول اي نو با ريبوندو عايش اي نو با ريبوندو. كلم بالعربية. كلموش يا وليد ما تكلموش. وشيل النظارات ما تكلموش. وليد ما تكلموش تروح قدامك. شيل النظارات ما تكلموش. عملنا نزول اضطراري عايش. يعني باش الامن وسلامة البلاد. شيل الكاميرات شيل عليك الكاميرات. نح علينا نح علينا نح علينا. غير اقعد في مكان. خذ مكان واقعد. تدخلوا الى مصراته من غير اذن ببرج المراقبه. تفضلوش يا ولدي. تدخلوا الى برج المراقبه. تكلم. نح عليا التصوير نح علينا التصوير. خذ مكان وانت تسجل الكلام. خليه ما تسمعوا ما تكلموا. كيفك تسجل الكلام انت؟ من فضلك. كيفك تسجل الكلام انت؟ خذ مكان واجلس. الله يبارك. شنو تصورون بالكاميرا واحد؟ كيف؟ شيل الكاميرا لعنة الله عليك. اقتلوا بالطائرة. عالسلاح يا وليد معه مش لحده يا وليد. يا وليد مش لحده سيبه يا وليد. يا وليد مش لحده سيبه يا وليد. سيبوا وليد مش وحده. سيبوا يا وليد. سيبوا يا وليد. سيبوا. سيبوا يا وليد. سيبوا يا وليد. سيبوا يا وليد. شغل. سيبوا يا وليد مش وحده. كل شيء دايرة من كل. شو مكانك؟ شيل مكانك. شيل مكانك. شيل مكانك شيل مكانك والله يكون اجور بلا سلاح ونقص شيل مكانك اكلت نفس والله نقل علي لا مصرات ولا شيء ما عندكش حاجه اخرى تخدمها ما انت ما هذه الاخرى سلافات حضرت ساعه حضرت اما مش كيك ما تصورتش كانت في طياره وهذا في طياره وكان انا تسوق هي لما تخش برشا وقت ما حسسني برشا امان يعطيك صحه وليد ان شاء الله في عام جاي فجاه لا يعطينا تسويق انت وليد هذا هو طلعت تصوير على البرامج هذاك يا اخي صح عليكم والله صح عليكم يمشي يا محسن هاي النوبة بتاعك سايبني خلي سايبني خلي شكل خلي ريتو مو كيفاش سايبتوه على حكايه الموحش هاكا السيد ولا يلعب بالطيارات تو ها ما يسالش فبحيث مادام ما حصلنيش هعملوا يظهر لكم